السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم في مطبخ سهيله. اليوم ان شاء الله غنحضر واحد التحليه اللي كتكون سهله بمكونات بسيط. كنحتاج هنايا واحد سترو ديال الحليب، وكنحتاج واحد 3 المعالق او 2 معالق ديال السكر الخشن او سكر الحبيبات. كنحتاج هنايا 3 المعالق ديال الكاستر او ممكن تعوضوه بالنشا، هنا غير النشا. هنا عندي معلقة صغيرة ديال القهوة السريعة الذوبان، وهنا عندي واحد الكاكاو وهنايا كيكون بني يعني ما كيكونش اسود اللي يعجبكم. المهم اول حاجة كنديرو نخلطو النشا مع الحليب البارد، وغادي نديرو سكر الحبيبات او السكر الخشن، وغنزيدو واحد الفاني ونحرك جيدا حتى كينسجم لي داك السكر الحبيبات مع النشا مزيان هكا. دابا نوضعو على النار، تيبدا يتحلى ونحيدو. من بعد البنات ها هما حصلنا على هذا. المهم انا غنديرو في هاد الكيسان هادو اللي كيكونوا مائلين بحال هكا، غنحاول انني ندوب ليهم، غنحاول انني نكب على هاد الشكل هذا اللي كيكون مائل ورجع لكم. يعني غنديرو بواسطة الملعقة ونبداو نخشيو في هاد الجناب هكا حتى كنشوفو القطاش اللي بغينا. من بعد ما درنا على هذا الشكل هذا اللي كيكون مائل، دابا غندخلو الكونجيلاتور واحد جوج دقائق ونعاود نرجع لكم. بالنسبه للطبقه الثانيه، الطبقه الثانيه غتكون من نسمه بالقهوه السريعه الذوبان، غنضيف لها شويه ديال الماء باش تذوب لينا. نحركها مزيان، حتى غتعطينا هاد العلا هاد بحال الكراميل. من بعد ما دازت جوج ديال الدقايق، دابا غنصب عليهم هذاك شويه ديال القهوه من بعد اخواتي هانتوما كتشوفوا درتهم على هاد الجانب هذا اللي كيكون هكا. دابا غنعاود ندخلهم واحد زوج ديال الدقائق ونرجع لكم. من بعد ما كنزيدو هنا واحد بودره الكاكاو صافي. هانتوما ملي حركت غنزيد واحد المعلقه صغيره ديال النوتيلا وغنحرك جيدا صافي. من بعد البنات هانتوما ما شفتو بالبرديه واش دات ليا لا داك لافورم ديالو، هانتوما ديال هذا غنضيف داك الطبقه الثالثه. بعد اخواتي هانتوما كتشوفوا التحليه اللي كيجات، هانتوما دابا غندخلوها حتى تبرد تماما ورجع لكم. من بعد اخواتي هذا هو الشكل النهائي، زوقتو بالكوكو شويه ديال الشوكولات اللي حكيتو من الفوق. كنتمنى انه يعجبكم. نتوما كي كتشوفوا كيجي كيجيو زوينين ورائعين حتى في المذاق ولا في الشكل. كنتمنى انه يعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناه باش دائما توصلوا بكل جديد، وتبارطاجوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي باش يعم الكل.